السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شير يا جماعة عشان نثبت، شير عشان نثبت، بس نثبت في الصفحة لأنه ما في أي حاجة، لا شيء ولا حاجة ولا شيء، ما في أي حاجة. شير ملصقات، ادونا شير، ادونا ملصقات، لأنه قاعدين بلغوا فيه قبل ما أبدأ اللايف، بس ما عادتين عارفين مواعيدي، بلغوا فيه. يا حنين اكتب لي في الماسنجر في صوت ولا ما في صوت، انا ما شايف، ما في اي حاجه. سامعين انتوا؟ سامعين كويس؟ اكتب لي في الماسنجر، في الماسنجر بتظهر لي هنا، تظهر لي فوق، فوق الشاشه بشوفها. طبعا يا جماعه بالنسبه انا اطمنكم، اديكم وضع الارض ونتكلم شويه وبس اصل الرساله. طبعا بالنسبه للارض يا جماعه، الناس كانت بتنادي بالكلاكله وكنا بجد زعلانين عشان موضوع الكلاكله، لكن ما قصروا، الليله مشوا الكلاكله، شغالين في الكلاكله، شغالين في الكلاكله. حتوقفوا بتين؟ والله قالوا ما بوقف لما الكلاكله كلها تنضف ولما الاحتياطي وكل حاجه هناك، خلاص بدوا فيها. يعني يا ناس الكلاكله افزعوا الكلاكله، انقذوا الكلاكله، الكلاكله بتضيع، الكلاكله بتسوي، الكلاكله بتضيع، الكلاكله بتعمل، الكلاكله بتسوي. خلاص يا جماعه، الناس اللي بيكتبوا في الماسنجر جاتني 500 رساله فوق، واضح 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 واضح. اديكم العافيه، اديكم العافيه، اديكم العافيه. بواصل يلا، ناس الكلاكله حيواصلوا، يعني حيشتغلوا اليوم، شغل كان مرتب الان بدوا في الكلاكله، شغالين في الكلاكله. لكن ابشركم الطيران الجديد ما شاء الله نزل وبخير وعافيه. قبلك في ضربه وادي سيدنا لما طلع الخبر، الصفحات اللي تناقلت قالت وادي سيدنا ضربوه، انا اول واحد نزلت لك. انا ما جبت، مشيت وادي سيدنا وجبتها، انا عندنا ناس هناك جوا رسلوا لي الرساله في الماسنجر، قال لي اللي ضرب ما عندنا هنا، اللي ضرب ده برا هناك. اديتكم الحقيقه، الناس دارين يكذبوا. اي زول، في واحد اصدقائي خمسه ولا سته اصحابي قال لي اقول الحقيقه عشان المصداقيه. طب حضرته طوالي ليه؟ لان انا جايب لك خبر، يعني دار اكذب عليك ليه؟ وادي سيدنا ده بتحكم البسيوني، وادي سيدنا ده حكم البسيوني، وادي سيدنا ده بدوني في قروش حقي انا براي. لو افرض ان انا كذبت، افرض ان انا كذبت وانت صديق وبتدعم في الجيش، افرض ان انا كذاب، افرض فرضا ان انا كذبت، خلاص انا ماشي. كذبت في شنو؟ في صلاه؟ في زكاه؟ يا اخي المعركه فيها معركه اسمها معركه، المعركه دي ما عنوان الصدي، تستخدم جميع الحيل. دي معركه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخش في المعركه، كان بيكذب، بيعمل اتجاه وبيمشي في اتجاه. يا اخي ما تعملوا فيها خلاص انبياء، بس الا في دي حبكت الواحد تافه ولا بصلي ولا بعرف الله ولا بعرف دين ولا بعرف ايمان، وزول فاسد بس ده يبقى في نانا الامام الشافعي. يا اخي انا كذبت، ما تقول شفت تقول لي بنعليك ابوك، الكلام ده واضح واضح. دي معركه فهمناكم يا جماعه، معركه دي ما مسجد بنصلي فيه، ما نحن قاعدين في مسجد ما فيها مصداقيه، ما تيجي تقول لي المصداقيه، لا لا ما فيها. انزل لك فيديو له 15 سنه اقول لك ده حصل هسه، دي ما دي معركه نفسيات، حرب معنويه، حرب اعلاميه، انت مالك؟ انت زي ده بشير، ايوه صح، لو في واحد جاي خالد بشير الان الجنجويد بيعملوا في شنو؟ بيجيبوا القديم بيشيروه بيقنعوك به وانت بتقتنع. دي اسمها معركة، جايز فيها أي كذب، جايز صدق، جايز احتيال، جايز. المعارك ما فيها قانون كده بقول لك لازم تكون صادق. دي حرب، حرب، والحرب خدعة. أزي ولايك اخ، معقولة أنا الواحد بيجيب البوست وبيتصل وبيمشي وتعب عشان يجيبه ونزله لك، وأنت زول صورجي وصديق وقاعد ومبتدعم في الجيش، لما انزل لك الخبر يا لو كذب ادعمه. عندك حاجات علي في الخاص، انا بديك، انا بشرح لك، بقول لك هدوب ارسل لك الرساله، ارسلها لي من جوا، ارسلها لك، لكن انت داير لانك جواك قحاطي. انا بفسر كده، بقول انك انت جواك قحاطي، بقول انت جواك قحاطي، عشان كده انا بشيلك بحذرك، ما محتاج ولا داير ليكم متابعين. بيجي المتابع يتابعوني خمسه خلاص، اثنين ثلاثه واحد بيتابعني كويس، لكن انا اقعد اتعب معاك انت ويجيب الخبر ونتعب لان انا شفت كل الاخبار طلعت، وحتى الجنجويد كاتبينه في قناه الحدث. وادي سيدنا ما في وادي سيدنا وقعت في اي حاجه ولا حاجه، ولا قربوا لوادي سيدنا ولا جوا عين وادي سيدنا.
ولا ضربوا لهم حاجه في وادي سيدنا. هل قلت لك يا هود تزعه الفرقه التاسعه مشى خلاص الموضوع انتهى؟ انت صدق تاني ما دار تصدق خلاص، انت معناته عندك راي تاني، انت داير تثبت اي وتعمل لي كمان اي ما هو احنا الجيش لو انضرب ما. لا لا لو حتى انا انضرب ما بقول لك انضرب، هانا وريك لو انضرب قدام عيني وشفت الخبر ما بجيبه لك، ولا بتلقى عندي خبر سيء ما بتلقى. انا ما فاتحه نشره اخبار ولا فاتحه غنه بتاعت اخبار، غنه الجزيره انا غنوات هناك فيها المصداقيه مش ليها فيها الاتجاه والاتجاه المعاكس. انا عندي اتجاه واحد جيشي، ما عندي غيره، جيشي منتصر، اخبار كلها انتصار ما عندي غيرها. خبر ما بجيبه كثير، بلقى اخبار ما بجيبها ولا بشتغل بها الشغله، مالي انا مورم راسي، انا بلقط الحاجه اللي بتفرح الناس، الحاجه اللي بترفع المعنويات، الحاجه اللي بتخلينا عندنا امل في بكره. لكن اقعد نقول لهم كله شوم كله 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 اجنن الناس في راسه، هي الناس ناقصه جين؟ ما ناقصه جين يا جماعه، ما في حاجه هناك، الموضوع ده انتهى. الكلاكله شغالين فيها ناس الكلاكله جوكم خلاص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى. اشتغلت مدافع، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم الليله الضرب اللي حصل بالمدافع اول يوم مما بدا الجيش ما حصل ضربوا زي المدافع تحت الليله، ازالوا الناس الساكنين في ام درمان في ود البخيت وفي المناره وفي المناطق الفوق. قول لهم الليله الضرب بتاع المدافع كيف؟ وفي مدفع ما ضربوه؟ في مدفع ما جربوه؟ ما جر كل المدافع دق ودق دق دق ما طبيعي. تاتشيرات طلعت من المصفى، طوال الطيران قام معاها. الكلام ده بين 11 12 واحدة في الزمن ده، قام معاها طوال دقاه كلها الحل بهناك ناس الجيلي والمناطق جنبه كلهم في الشارع الزلط. جثث على كيفك، حرق على كيفك، موت للجملة، موت اغلب القيادات حقتنا الليله اللي كانت قاعده جوا المصفى الليله. دنيا زايلي، دنيا زايلي بالكوب، دنيا زايلي. ولا بس خد جيب الاله الحاسبه واحسب، جيب الاله الحاسبه ونزل اضرب ضرب جد ضرب ما طبيعي. في الكلاكلات دي اكثر من 311 ولا 300 كم الليله دي المحتغلين ساي قبضوهم تقبض، قبضوهم تقبض. خلي الماتوا 45 ديل ضبح بالليادي، ال 45 ديل افصل جسم من راس. انا بس انا كتبت لك شنو؟ جتر ومتر، نتر وجتر، جتر ونتر يعني شنو؟ يعني قطع الرقبه قطع اليدين قطع الراس، سواطير شغالين فيهم سواطير بكاتب صوت. الجنجويدي يفتح بيلقى العمل الخاص قدام عينه قبل ما يرفع راسه بيديه طوالي بيفصل له كلام واحد. احنا كلمناهم دي المرحله ولا في ضرب نار ولا بتسمع صوت طلقه، كاتم كاتم لا لف لا دوران. كلمناهم بالواضح قلنا لهم اطلعوا خلاص امشوا بعد كده ما عندكم وجود، ما تقول الله اداني بيت وتقعد تسكن ولقيت المكيف وقاعد. والله العظيم الطراوه جاتك دي والله تضوق نار جهنم. بنقول بنكلمك اشرد اهرب. الان المعلومات اللي عند الجيش انه الجيش خلاص مش اللي جام فكه، ابو اللجام ذاته فكه، لانه الشعب السوداني ده واقف عليه حيله. غلطان البعاد الشعب الان، غلطان الان البعاد الشعب ده والله العظيم ما عنده عقل. الحاجه الدائره الشعب شنو؟ القوة المميته، ما دارين جزء من كل القوة المميته. الليله المدافع دي اشتغلت ما وقفت، اول يوم اقسم بالله المدفع بهز البيوت هناك، انت ما بتسمع، لكن اذا الناس ود البخيت والمنار والمناطق دي بيحكوا لك، بيقول لك المدفع بهز بيتنا، الناس رضيانة بيخلع يكونوا عارفين انه حيضرب، لكن لما نضرب بنطه ليه؟ لانه حاجة ما تتخيل اسمه غضب الله هناك سامينه في الجر في 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 ود البخيت سامينه غضب الله. حكاية بطالة، حكاية صعبة، ردموا الناس زي الردم ما طبيعي، في المزارع ردموهن، في الريان ردموهن، في الجيل اللي بيورى هناك جهة شند الطريق ردموهن. طيران انتهى منهم انتهى منهم. الآن ما عندهم مضادات، الآن الشغل النظيف نزل خلاص، داك بيريحوا الفات داك كله بيرتاح. الليلة قام الجديد، قام الجديد معركة ماشية للخلاص. القصة ما دايرة اثنين ثلاثة ولا دايرة، ما تسمع بتاع
الزول بيتكلم لك يقول لك احنا الخرطوم دي، وطالع بيتكلم بيقول لك احنا الخرطوم دي حقتنا واجدادنا 56. انت الخرطوم دي حقتك، تعال بالباب، انت مالك، انت ما حق، احنا قلنا لك ما تيجي تسكن فيها، تعال بالباب اسكن فيها، مش عندك فيها، احنا قلعنا منك حاجه، شلنا منك حاجه، تعال بالباب مرحبتين. لكن جايين بنيجري وتشادي وسنغالي وكاميروني وافريقي وموريتاني وليبي، وجاي تجي تقول لي واقف قدامه وتهدد الخرطوم دي حقنا، والله العظيم ما تسكن فيها. زول الدمازين ده كمان، ده كمان خير منه سفيان، اقسم بالله ده ما عنده ولا فاهم اي حاجه، ولابس نظارات ونفسه ما فاهم حاجه. الواحد ما تم راجل واقف بيقول لك الجيش يجيني، انت انتظر الجيش وين يجيك، ادينا هسه عنوانك وين نجيب لك الجيش بكره، لو ما جوك مرجال انت قول عنوانك وين ابقى راجل. والله يا كلب تتركب ركوب في البلد دي، انت جاي تعمل فيها 56 ودوله دي شرح عليكم يا سر عرمان، والله انطرشك لبن امك شربته يا وسخ. خرطوم دي باهلها عندها اهلها، خرطوم دي زي ما هي مدينه عندها اهلها وعندها ناس، تمشي اللبيض بناس، تمشي بورسودان بناس، تمشي كسله بناس، القضارف باهلها ومشترين فيها وعندهم املاك، خرطوم دي بناسها. طول الخرطوم دي ما كلكم بتيجوا فيها، كنتوا فيها الخرطوم دي، ما منعت لا زول، قالت لي ما تخش ولا تسكن. الخرطوم دي فاتحة حضون للهامل والغاشي والماشي والعوير والمجنون واللهبل والما عنده أخلاق، كله فاتحة له. الخرطوم دي ما قالت ما بتستقبل الناس، لكن انتوا عندكم عقد الواحد جواه معقد، لأنه الواحد وسخ، تربية بتاعت عقد الواحد ناقص، عشان كده هو دائما بيمشي وين الوتر بتاع العنصرية والغزارة. احنا الشعب السوداني ما بنعرف العنصرية، احنا الشعب السوداني مما قمنا تربينا سوا، والكلام ده معاد ومكرر. شعبي بيحب بعض، ما عندنا علاقة بالقيادات، وفي بعض تربينا سوا، قمنا سوا، بناكل سوا، بنطلع سوا، كورتنا سوا، حفلاتنا سوا، بيوتنا، ما في، ما عندنا ولا بنعرف دشنو ولا بنعرف دشنو. انت طالع بتتكلم وتتبجح، ودي به هنا حلة حمد، وديك به هنا العلفون، شن جاب حلة حمد للعلفون؟ انت زور طيرة، انت زول طير، انت لو اهبل الشعب ده اهبل، انت بتتكلم تحكي لمنه؟ انت واقف في حته مقطوعيه وجايب عربيه ملكيه وواقف بس عشان تصور لك لقطه، تقول انا مسيطر على بحري، بهنا يا هندي حله حمد، وبهنا دي العلفون، علفون في راسك الكبير ده، علفون وين يا تافه يا غزر، علفون وين؟ انت بتعرف العلفون؟ كان اقول العلفون ثلاث مرات، اقسم بالله تستفرق، تستفرق تقول ثلاث مرات العلفون، ما تعرفه. انت بتكذب الواحد كبير وبكذب انت مليت، انت قال الشعب ده غبي زيك، انت قالوا زي معاك الوهم ديل اللافبون التشادين ديل اللي ما عنده مخ، الشعب ده واعي عارف كلامك وعارفك كذاب وعارفك اهبل وعارفك ما راجل. ابشوتال ولا من هو اسمك ذاته ما بنعرفه. تعال الكلام ده قوله للجيش، الجيش معروف محل وين، هذاك مشي له، هذاك ما تقعد تكذب، 12 مدرعة مشينا، انت سايق لك توسان، توسان بيضة ولا حقتك سارقة، بتخش بها بين نص بين نص، بتطلع بها بهناك، بتمشي محلات ماشي وتجي راجع زي الضب. الجيش معروف وين، دار تكاتل الجيش معروف وين، نوصفه لك نديك له، هذاك الجيش قاعد. تقدر تعملوا فيه رجال سايف في الميديا كذابين كلكم نعاج، رجال في الدرون، درونات دي اللوائل والله، بتدرنوا للنهار شغالين درونات، والله الدرونات اللي عندكم اقسم بالله العظيم مدرنين 24 ساعه، ما عندكم حاجه، لاقين المكيفات دي ولاقين السراير دي وقاعدين بس شغالين درونات، وجايين تعملوا علينا نحن رجال، انتهيتوا كملتوا، حملت ذات الله لا عاد وينه، اجابكم المرتزق اجابكم وينه، عبد الرحيم دقل وين؟ وين اولاد؟ ما في، عشان ما تقعد تكذب وتعمل نفسك انك خلاص دمك ظريف، الشعب السوداني ما مقتنع بيكم انتوا سودانيين، الشعب السوداني ما مقتنع بيكم انتوا بشر، انت شنو عشان تجيب لنا ديمقراطيه ولا تجيب لي سودان ولا انت منو ذاتك، انت منو؟ انت شنو ذاتك في الدنيا دي، شنو موقعك من الاعراب في الكون ده، شنو؟ ما عندك حاجه، كذاب ساي منافق. جماعة الطلص ده ما تشتغل به، والله الطلص ده اقسم بالله العظيم، كونك تقعد تسمع الكلام الفاضي ده، والله انت ذاتك فارق. زول ده واقف وبقول لك هدي حلة حمد يا هندي العلفون، عيلفون وين؟ بأشر على العلفون.
واقف، يا ريته لو واقف بثنائي ولا واقف بتاتشر ولا واقف، لا لا سارقلته وسان واقف بيها. دي المشوبالة شيخ اللمين، دي المشوبالة شيخ اللمين، انا جايك يا شيخ اللمين، دي المشوبالة. طبعا شيخ اللمين والله احنا ما يا جماعه شيخ دي انا ما بقصد بانه شيخ عشان الناس ما تقول احنا من شيء، لا لا شيخ دي بالنسبه له بقت اسم، بقت اسمه، ما وصف له هيئته انه هو شيخ، لا لا ما شيخ. الشيخ زي الركيمي هناك شيخ ابو ودادم، ذاك مش شوف الوغار ومش شوف بيعمل شنو ومش شوف محتضن الناس كيف وشوف العمل اللي بيعمله وشوف الحاجات الغيمه، ماسك مفاتيح الناس، ماسك بيوت الناس، ماسك حاجات الناس، بيقدح حوايج الناس، بيقدح بالحق ما بالباطل، ما بالباطل بالحق عديل. لكن لمين دامس بيتكلم وبقول الناس اللايفات اللي بيتكلموا وبيهجموا علي وربنا بحاسبهم، ربنا ما بحاسبني، حاسبنا في شنو؟ احنا عملنا شنو؟ احنا تاجرنا بالدين، احنا جبنا لنا بيت عصرناها وقلنا لا تعال نقرا لك عشان تعرسي، خلينا لنا بيت خدتين يدنا في صدوره قلنا لا تعال نقرا لك عشان يجيك عريس، دخلنا لنا مره بدون محرم جوا وعملنا نفسنا بنعمل لها في بخره، ما اننا احنا عملنا شنو؟ ما عندنا حاجه عملناها. بعزم للنسوان بخوت يدي في راسها، ها بخوت يدي في راس المره بقعد اهبش فيها واقول لها انا بيجيك راجل ويجيك عريس، ما ده هو شغلك، احنا ما شو ده شغلك، احنا ما عندنا شايف علينا شنو؟ احنا بنقول الحاجه، انت زول دعامي كمان ما دعامي، ما في زول قال لك اعمل، انت بتشيل حق الحرام، في زول بيشيل حق الحرام بيوزعوا خير، انت بتشيل المال المسروق بتوزعوا خير، انت بتحلل شيء، ده حق ناس، ده حق ناس، حق ناس. اديني ايه بتقول لك وزع الحرام، اديني ايه بتقول لك شيل حق الناس وزعه، اديني ايه بتقول لك اقبل المال المسروق، انت كنت بتنصحه تقول لهم يا جماعه دي خلوه بتاعت الله، ما بنقبل فيها المال المسروق ولا بنقبل فيها حق الناس ولا بنقبل فيها حق الحرام، وكنت تهديهم تقول لهم يا جماعه اطلعوا من بيوت الناس، انت ما شيخ، انت شيخ شنو؟ انت شيخ شنو؟ انت مش ذول الله؟ مش انت يا هو ناس الشهاده؟ مش انت يا هو ناس الجهاد؟ مش انت يا هو اللي بتفتش لي في الدنيا دي؟ داير رجل كثير كده عندك الجهاد، غاوم لما تموت تخش الجنه، تتعب مالك في دنيتك، فاتح لك حلل وتشد وتقرص هنا وتهبش هنا وتقرص هنا وتهبش هنا وتقرص دي وسيئات، تدار الجنة غاوي من كنت تشيل تخليك تلوك بتخش الجنة، انت مش انت عملت ده ليه؟ العمل اللي بتعمل فيه ده ليه؟ الخلوة دي فاتحة ليه؟ مش عشان في النهاية دار الجنة؟ الجنة بتجيك بس في مشهد بطولي منك ورجالة منك، تغاوم الناس الجوك ديل ما تستلم منهم وتديون الحقيقة، دوك طلقة ناخدتك طوالي في الغبر الجنة، مالك انت داير الدنيا؟ داير الدنيا؟ معناته انت ما زول اخره، الشيوخ ديل والاولياء ديل ناس اخره، عملهم كله للاخره، بيسووا للاخره ما بيعملوا للدنيا. انت لا بتجامل في الغلط خايف، كمان لو قلت خايف معناته انت هنا سقطت. في مؤمن ولي من اولياء الله الصالحين وشيخ بيخاف؟ انت لو خفت الناس تعمل شنو؟ انت ما عارف اليوم اللي بيقتل، ما بيقتلك، لا بيقتلك هو لا بيقتلك جنجو، بيقتلك يومك لو ربنا رايد لك تموت بتموت، ما انت شيخ غدوة، ما انت الغدوة اللي بيقتدوا بك في الرجالة وفي كل حاجة. عيب علينا ما ان اللايفات ما قالوا فيك حاجة سيئة، قال ادوك مقدارك، ادوك حقك بالكمال والتمام، قعدوك في علبك، ما بتمشي علينا قصة احنا مهددينك، والله دي تبقى فضيحة لو طلعت بعدين قلت كانوا، والله فضيحة، والله فضيحة، خير تكون عديل شفت دعامي ولا تقول مهدديني، لأن هنا صفة الرجولة انتفت منك، ما عندك عذر، عذرك الوحيد تسلم نفسك تقول لهم حاسبوني أنا خنت البلد، تاني ما عندك عذر، ما تقول بأكل في الناس، بتأكل في الناس حرام، بتدي لهم ده حرام، بيدخلوا في بطونهم حرام،
ما في زول بيشيل ويمشي يسرق ويجي يقول لك انا باكل في الناس، ما كلنا نمشي نسرق ونجي نفتح لنا تكيه ونقعد ناكل في الناس، نقول ده ناكل فيهم حق الناس، نقول ده عشان يجينا اجر، ده حرام. ما عندك عذر. انت غلطه غلطه، انت جنجويدي جنجويدي، انت ساعدت الجنجويد ساعدت الجنجويد. انت مدان مدان، انت مش تسلم نفسك. لا تقعد تكذب، لا تجيب لنا حله بتاعت عدس، لا حله بتاعت رز. ما تمش تعملها والله ما حلك. ما بحلك، انت استلمت الحرام وشاركتهم، ودي ما اول مره بيجوك في السير، قاعد يجوك فاتح لهم الباب اللي بيورا مصورين، لما داخلين لك مصورين الباب الصغير اللي بيجوا فاتحوا ليهم 24 ساعه، بيخشوا بيجوا بريحوا وبيطلعوا. الكلام ده حاصل، وانت دار تكذب ودار تعمل نفسك الشريف ودار تعمل نفسك باب الله وبتاكل وتقابه وراجل دين. لا عندك دين، لا بتعرف الدين، لا بتاع دين، انت بتاع دنيا. في فرق بين الدين والدنيا. انت زول دنيا، انت زول جوهر، انت زول مصهر، انت زول كيكس، انت زول غنى ورقيص وشبشب. لو ما بتخاف الله بتشغلون والله العظيم النبق النبق وترقص عليهم. لو ما شايف شهزة شديد والله تشتغل النبق النبق كل يوم. لكن ما تقعد تكذب وتقعد تعمل فيها انك انت والله بتقدم للفقراء والمساكين والهناي، بتقدم لهم الحرام وتاكلون الحرام. دي حقيقه، وما في حرام مقبول. انت زول الدين والشيخ والهناي بتكون غدوه لينا، تموت قدامنا. ما انت زول الدين، زول موحد، ايمانك قوي، عارف انه في الايمان بالقضاء والقدر. الحاجه اللي ما كاتبها لك ربنا ما بتصيبك لو اجتمع الانس والجن على ان يضروك بشيء لم يكتبوا، ما جاك. انت عارف الكلام ده. طوال تمسك الزول اللي قدامك ده تخنقه وتكتله، الناس كلها تعمل لك تمثال كبير بجلابية حمراء ونخرين كبار زي نخرين حنان. انت وحنان في النخرين واحد وفي الخسه واحد. قسما بالله ما لقيت نخرين قدر نخرين حنان الا انت. انت وحنان، اي زول نخرين وكده ياها ماركت يخس. ياهو ماركه الطلس والنفاق والزيف والكذب والرمتله والكلام الفاضي. انت ما شيخ ولا عندك علاقه بالدين، ولا تقول انا شيخ، ولا تقول انا بوزع حاجه لله. الله ما قال جيبوا لي الحرام ولا وزعوا باسم الحرام. كلام ده نهى منه ومعروف لكل انسان. انت دار تحلل الحرام، دار تحلل الخوف، دار تحلل الجبانه. ما في مسلم جبان، ما في مؤمن وشيخ جبان. شيخ ده بقف كده لقدام الناس ويتكلم معاهم كلمه بكلمه، منو بيقدر؟ انت ما بتقدر، لانك كذاب، لانك منافق، لانك جنجويدي. ما في زول، الشعب السوداني اقتنع وعارفك من زمان قبل الليله، عارفك انت شنو. لكن الان جات الفرصه عشان تاني ما نخلي لنا مظاهر زي دي بيناتنا. يهود اللي بيلوث حياتنا وبيلوث الحالات الحاجه الحلوه اللي بيننا. انت دمرت الصوفيه، انتهيت منهم، دمرتهم عديل الصوفيه، بقيت كلام فاضي لعب. عامل لك عيد ميلاد قبل كم؟ جايب لك ناس وعامل عيد ميلاد. ولا بتخجل ولا بتستحي ولا شنو عيد ميلاد؟ شنو عيد ميلاد؟ شنو عيد ميلاد؟ ده شنو ده السخف؟ انت ما عندك حاجه عشان تبرر انك زول. عشان كده ما تطلع تقول والله الله بيجازي والزول اللي بيقطع. دي ما نميمه، دي بنقولها لك في وشك وبالصلاه. النميمه ديك لو قطعنا فيك في ظهرك وانت ما سامح، هسه بنقوله لك وبالصلاه. دي ما نميمه والله قطيعه، ده كلام واحد لك انت يا لمين. لمين شمك؟ انت ما شيخ في وشك، اسمع الكلام، انت ما شيخ ولا عندك علاقه بالدين، واللي بتعمل فيه ده غلط، وبتاكل الناس الحرام، واستلمت المال الحرام. دي قطيعه، دي في وشك وبصلك. استلمت المال الحرام وبتاكل في الناس الحرام، ده غلط. ما عندك عذر، ما تقول والله عصروني وخايف. لو قلت خايف معناته انت كل حاجه فقدتها. عشان كده مش ارفع يدينك، سلم نفسك. اللي بيحلك تسلم نفسك، تقول لهم انا خايف. لا تجي تقول لهم انا كنت باكل وانا فاتحه وانا ما في زول قال لك اكل. هذولك الناس عايشين بدون اللمين. من يوم الحرب ما طلعوا وقاعدين بدون اللمين. لا جاعوا، لا مشوا سرقوا، لا مشوا نهبوا، عايشوا ربنا سبحانه وتعالى. ما في زول قال لك امشي اسرق اليوم. ولا زول قال لك امشي انهب اليوم. ولا زول قال لك اتعامل مع الجنجويد عشان الناس تاكل. ولا في زول قال لك. ما تيجي تقول انا عندي بتاع 3 سنين، جبته من وين بتاع 3 سنين؟ من وين بتاع 3 سنين؟ عندك المخازن خلاص المليانه جوا؟ اول مره يجيبوا لك؟ ده ما اول مره يجيبوا لك. ولا اخر مره حيجيبوا لك.
ولا بيتعالجوا عندك، هم كل يومين ثلاثة بيجوك بيتعالجوا عندك. والدكتور حقك قال بلسانه قال بنعالجهم عديل، قال بنعالجهم ومسجلين عليه. جاكم زول في العيادة وقعد وسأله السؤال ده وفاتح بيسجل له في التلفون. انت قال الناس غبية لمين؟ والله جوك جوا العيادة وانت قاعد، ولما جاء الضابط بتاع الجنجويد قبل كم يوم قمت على حيلك ودخلت عملت نفسك ما شايفه عشان يجيك جوا، عشان ما يتكلم معاك قدام الناس. احنا كنا معاك لكن عندنا زول قاعد دخل جوا ومع الدكتور بيزعل في الدكتور. اها العيادة ما شاء الله، قال لي كده العيادة بتاعتكم كويسة والله، بتعالجوا هنا اي زول؟ قال لي بنعالج، يجونا دعامة، يجونا دعامة بنعالجهم. ديل الدكاترة بتاعينك محترفين، انه العيادة دي بتعالجوا فيها الدعامة، واتعملت عشان الدعامة، واتعملت عشان الدعامة، ما اتعملت عشان الناس، لا عشان الدعامة. دي حقيقة. عشان كده ما عندك حاجة، ما عندك حاجة اصله، ما تتكلم، ما عندك اي حاجة. نمشي نشوف يا جماعة، خلاص المعركة خلصت بإذن الله تعالى. الناس بس ما ترخي، عندنا قيادة خدت شفت أضانة معاك، انت الحاجة اللي انت دايرة بتعمل لك، الحاجة اللي انت ما بتطالب بها ما بتعمل لك. انا بقول لك شفت أضانة كده معاك طوالي، خليك ماسك لي جدا اصله ما تقعد، بس خليك ماسك وما تجامل. ما يقول لك والله جامل بحاجة وسوي حاجة وجامل، لا لا ما تجامل. البلد الآن ما فيها مجاملة، البلد ما محتاجة مجاملة، محتاجة تدعم جيشك. تدعم جيشك يعني شنو؟ يعني الطالب بالحاجة الصح، يعني الطالب بالحاجة المفروض تحصل، يعني الحاجة اللي حصلت في الكلاك لو مشوا الحاجة دي مفروض تحصل قبل كم يوم. لكن ليه؟ لأنه الشارع الآن قايم، لأنه الناس صوت عيلة، لانه الصوت بتاعك بيقى عالي، لانه الناس سامعه. عشان كده تاني في حاجه مهمه والله العظيم، وانا المفروض انزلك بالك ما نزلتها يا جماعه. طلعوا بيان من صفحه بتاعت صفحه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحه، طلع عليه بيان. البيان ده مش راجعه، انا البيان ده لاي زول بيقرا، احتمال في ناس تقرا عادي وقريته عادي، لكن احنا ما بنقرا عادي. ليه ما بنقرا عادي؟ لانه البيان ده يا جماعه لو قريته كويس بتلقى انه كاتب لك وقف العدائيات. ده 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 منو الكاتبه؟ ده الناطق الرسمي باسم القوات المسلحه. يعني بدل مشوا من تمرد جايبين عليك لشنو؟ لعدائيات. من تمرد، انهاء التمرد، كان بيكتب انهاء التمرد، الان ليه بيكتبوا عدائيات؟ العدايات دي شنو؟ كلمة فضفاضة. احنا عندنا حالة محددة، تمرد. دارين شنو؟ دارين ننهي التمرد، ما عدايات، دي ما عداوة. احنا الفيو ده ما عداوة بين الناس وعدايات وعمل عداية ولا لورة فعل، لا. احنا عندنا تمرد يا نبيل، عندنا تمرد. الكلام اللي بتكتبه فيه ده غلط. الكلام اللغة اللي بتكتبه فيها دي جديدة. الوفد ده جاي منا امس، منا امس وقاعد الليله وصحته من النوم عشان تكتبوا البيان الليله، في شغل، ده شغل تاني. احنا شعب دقيق جدا جدا، لانه امس انت لو دار تكتب حاجه امس تكتب الخطه كانه الوفد جاي راجع واحد اثنين ثلاثه، لكن انت دار تعمل شنو؟ دار ترسل رساله ثانيه للمجتمع، لانك انت بتخاطب الشعب السوداني ده عندك ما حاجه، بتخاطبه شنو؟ المجتمع الدولي. انه المجتمع الدولي احنا مساعين لانه نوقف العدايات. كيف العدايات؟ هل كونه يجيني تشادي من بلده ويجيني في بلدي دي عدايات؟ هل كونه يجيني نيجري من بلده ويجيني في بلدي دي عدايات؟ يجيني مالي من بلده في بلدي دي عدايات؟ ده احتلال، ده غزو. سموا الامور بمسمياتها، ما تقللوا عشان الناس تحترمكم. انتم بتغيروا في كلامكم وفي نمط خطابكم، بتمشوا للابرد للابرد، دارين تصلوا وين؟ دارين ترفعوا يدينكم تستسلموا؟ امشي اقروا صفحه يوسف عزت بيقول شنو؟ امشي اقروها، امشي شيلوا اقروا صفحه يوسف عزت، شوفوا بيكتب عنكم شنو؟ بيكتب عنه الكلام اللي كتبه يوسف عزت، لو انا الغايد العام للقوات المسلحه الليله بالليل بصدر قرار وبطلع بيان بقول لها تفاوض ولا جده ولا غير جده، لانك لكن انا ما بعرف كنتوا شاربين لبن شنو؟ ابالس في شنو؟ في شنو؟ انتوا بتكتب لي
عدائيات كيف يعني؟ يوسف عزت بيقول لك احنا الشروط بتاعت اي حاجه لازم تكون بيننا احنا، لاننا نحن المسيطرين. ده يوسف عزت الزول اللي بتمشي، هو المسؤول الان من الجنجويد، مسؤول عنه وهو ما في زول مسؤول. حميدتي دنيا زايلة، عبد الرحيم دنيا زايلة، غيرهم دنيا ما في الا يوسف عزت وفارس النور والجوني. يوسف عزت بيقول لكم هو المسؤول وهو لازم انتوا تسلموا نفسكم. بتفاوض شنو؟ التفاوض عشان شنو؟ عشان انتوا تسلموا نفسكم. وانتوا تجيني تكتب لي تقول لي عشان ما ارجع، ترجع وين؟ انتوا بقيتوا همل والله العظيم همل. التفاوض ده معناته انتوا والله العظيم كونك تمشي من هنا وتمشي جده معناته انت فعلا واقع. انت ما تقول لي ده ارض المجتمع والمجتمع، الزول ده بيهين فيك. الزول ده خطاباته كلها اهانه ليك ومذله. الزول ده بيستخدم معاكم اوسخ الالفاظ. الزول ده محتبركم غنم. بيقول لكم تسلموا. تسلموا انتوا، انتوا تسلموا. وتجي تقول لي نمشي نتفاوض على انك انت تسلم؟ تتفاوض على انك انت ترفع يدينك؟ ما هذا الكلام الكاذب، هسه الكلام الكاذب يوسف عزت. على انك انت تسلم. على انك انت يتفاوضوا معك بشروطهم هم. على انه هوني انت تمشي وبعدين حتين يدوك الحاجه حتين يجوا يرضوا ويقعدوا معك. انت برضه بتمشي تكتب لي عدايات، ده اسمه احتلال. الفو السودان ده غير تمرد، الاسم الصحيح له غزو اجنبي. استعمار بالوكاله. المستعمر منه الامارات، الوكاله منه جزء جنجويد جزء مالي جزء نيجر، ده الاسم الصحيح له. اي زول ما عارف ده استعمار يمشي راجع سودانيته ورجولته. الفيو السودان الان ده استعمار، استعمار عديل، استعمار بدون ذره بتاعت كذب ولف دوران. لانه انت ما بتقاتل عدو داخلي، لانك ما بتقاتل ناس من السودان يتمردوا عليك وخلاص، انت بتقاتل لك واحد من برا، امير بتاع دوله ثانيه، رئيس بتاع دوله ثانيه، حشد جاب السلاح، كون الغوات دي، بيلقط لهم التاتشرات في ليبيا، بيجيبهم بعوينات، بيجيبهم بيتشات، بيدخل لهم اللغاثه، بيدخل لهم كل حاجه، انت بتقاتل في مستعمر. مستعمر حقيقي داير استعمر البلد. مستعمر ما بتقاتل لك في عشان تيجي تقول لي عدائيات، معناته انت ذاتك جزء من العدائيات، معناته انت ذاتك جزء من الحاجه الحاصله. عدائيات دي شنو؟ عدائيات دي شنو؟ دي شنو؟ ده غاموسه شنو؟ جيبوها من وين دي؟ الاعمال العدائيه دي معروفه، الاعمال العدائيه دي معروفه هي شنو؟ لكن ده مستعمر اماراتي. تسموا الامور بمسمياتها. الواحد ما يعرف شنو؟ انتوا خايفين من شنو؟ قولوا والله اطلعوا واجهونا، قول لنا احنا خايفين منه، بدقنا بعقال. قول لنا والله بعقال ده ماسك علينا فيديوهات، قول لنا بعقال ده ماسك علينا سيديهات، قول لنا العقال ده عامل لنا الكح. قولوا الكلام، لكن ما تجي تقنعونا بالكلام التافي. الكلام اللي اتكتب في البيان تافه جدا والكاتب تافه. ما بيعبر عن اي مشكلة، ما بيعبر عن اي قضية الان، ولا عنده قيمة. طالع من انسان تافه ما عنده اخلاق، معناته جواكم لسه في طابور وطابور وطابور، لانه الخطاب الطالع عدايات. وين بعد الحاصل ده كله عدايات؟ كل يوم واحد بيطلع لك بيتصور بيقول لك انا من النيجر، وقاضينه من الضباط انتوا ذاتكم ومطلعين التسجيل الليلة. النيجر، تشات، افريقيا الوسطى، انتوا طلعتوني انتوا ما نحن. وتجي تقول لي عدائيه، عدائيه منو؟ سمي الامور بمسمياتها، سمي الامور بمسمياتها. الليله لما قام الانقلاب في النيجر، لما الجيش انقلب على السلطه، هل الناس دي سكتوا ما دانوا؟ هل الدول دي كلها ما كلها دانت؟ ليه دانوا؟ لانه انعكست المعادله. انعكست كيف؟ لانه في السودان هم كانوا تبع الدائره قليبه، عشان كده سكتوا، لانه في السودان كانوا تبع حميدتي.
كل الدول حوالينا، الدول الما صديقة، الأمم المتحدة، أمريكا، فولكر، العالم كله كان مع حميدتي، عشان كده ما لقينا إدانة واحدة. لكن الآن الرئيس القاعد بيمثل الأمارات، بيمثل هامل، بيمثل الهمل، لأنه ما عنده كلمة، فاتح بلاده لأي حاجة، عبد المأمور، عشان كده بمثلهم. لما حصل الانقلاب عليه من الناس اللي ما تبعهم، من الناس اللي ما عندهم معهم مصالح، أدانوه. ده العالم بيتعامل كده، ده مثال بسيط، أدانوه لأنه انقلاب بيشيل مصالحه وبجيب مصالح غيرهم، أدانوه. لكن انت لأنه الانقلاب اللي كان حيصل حيجيب مصالحهم وحيشيلك انت، عشان كده ما أدانوه. وانت دار تغنى عن الناس بشنو، انت مفروض تكون واضح وصريح، تطلع تتكلم الأمور بمسمياتها، واحد اثنين ثلاثة أربعة، الشواهد والأدلة لقينا، أطلع قول الكلام. لقينا طيران مسير أماراتي، لقينا مضاد للطيران أماراتي، لقينا وجبات ليه ما انت لقيت؟ انت بتكذب، انت ما انت لقيتها. طيب ليه ما دار تقول السبب؟ دي الشباب المحير الشعب السوداني، دي الحاجة المحيرانة، لانه دي الحقيقة. انت ما دار تكذب، انت ليه ما بتقول الكلام ده؟ الناس دي ليه ما بتقول الكلام ده؟ السبب ما نحن لازم نعرف. ما في سبب بيخلينا نرتضي، شفت الامارات ده والله الا تزوجوا نسوانكم، لكن احنا في السودان والله نحرقك انت وهو، قسما بالله ولا تحلم. يعني الليلة ما فات بكرة بيميش، بكرة ما بعد بكرة ما بنخلي، ما بيخش دولتنا السودانية ينجسها تاني ليوم الدين. الكلام ده واضح، عشان كده أبقوا رجال. احنا ما طالبين منكم معجزة، احنا طالبين منكم الحقائق. مالك عقار بيزعلوا بيكبروا ده ولحموا الكتير وكرشته الكبيرة دي ما بيقدر يجاوب، بيقول ليه انتوا قبضتوا حاجة؟ بيقول احنا ما عندك دليل. شنو يا مالك عقار؟ المسيرة دي حقت كامل بسيوني، مكتوب فيها كامل بسيوني، مضادات الطائرات مكتوب فيها وين؟ ما بتقرأ العلم اللي جيتوا فيه وين؟ ما دي الأمارات، ما تفتح قدومك. الواحد كبير وجبان، كله لحم وجبان، جبان، طلعت في قناة السودان لأن سألتك ليه؟ لأنها هي عارفة المذيعة دي لو سألتها أنت كانت قالت لك، لو سألت المذيعة قلت لها في دولة بتقول لك الأمارات، بتكون أرجل منك المذيعة. لكن انتوا ليه؟ لأنكم انتوا قابضين، دي الحقيقة، قسما بربي الذي خلقني انتوا قابضين. انتوا الحركات المسلحة قابضة، القحاطة قابضين، دي ولا دائرة لا لف ولا دوران، ولا دائرة لا ناس يتناقشوا فيها. فيكم زول بيقدر يدين الأمارات؟ والله ما تقدروا تدينوها. لكن الشعب السوداني لا صرف عليه الامارات ولا بتقعد الامارات. والله لو البلد شفت بقت نهر بتاع دم ما تقعد الامارات. ولا بكيف زول بعد ما في الكلام ده، مش السودان مش الزمان. والله انا اخش لك جوا كرشك. لاننا نحن ما شعوب مغفله. لاننا ثاني ما بنتغشى. الخطاب اللي طلع الليله ده ما خطاب بيمثل اي حاجه. وطلع بعد يومين ده كاتبه واحد سفيه، احتمال سكران ذاته يكون كاتب الخطاب ده. يكون كاتب واحد جواد من الجوادين اللي قاعدين، يكون كاتب واحد عميل من العملاء اللي قاعدين، يكون كاتب واحد رمة من الرمم اللي قاعدين جوا. ما الناس عملاء، العمالة بقت حرفة ومنهج، العمالة بقت فكر عندنا. يكتبوا لك خطاب عدايات، القومة ثلاثة شهور والناس تموت والاغتصابات، وفي النهاية عدايات بس يتوقفوا ساعين عشان توقفوا شنو العدايات؟ كيف العدايات وحقنا؟ حقنا الناس اللي قاعدين لاسه في بيوتنا، والناس المغتصبات والحامل والحملة 800 ديل، وين حقنا؟ عدايات شنو عدايات؟ دي ما عدايات، ده استعمار. الاسم الحقيقي ما ولا تمرد، التمرد دي احنا تجاوزنا. التمرد كان في اول يوم لما لقينا في جيش جاي من برا، هنا ما بيصبح تمرد، بيصبح استعمار. ده المسمى حقه استعمار، بتجيب الناس اللي قبضتهم دي كلهم بتعرضهم، ده استعمار. اجابكم منو؟ بيدفع لكم منو؟ قالوا عليكم جوا، لكن ما بتزالون، قسما بالله ما بتزالون. لو سالتون بيجوا من وين؟ بيقول لك جابتنا الامارات وتدربنا في الامارات، لكن ما بتزالون.
او تزعلون الذي لدي. ليه ما بعرف احنا ماسكين عليكم دي حاجه كبيره. الشعب السوداني ده كله عارف، عشان تكونوا عارفين خدتوها كلامنا ده بيصل، والشعب ده كله عارف وقاعد ليكم لف دوران ما في. شفت الحرب دي بالدقيقه احنا معاها، بالثانيه معاها، ما في حاجه بتحصل الا احنا نكون موافقين عليها. ما داري لنا زول يحكمنا نختاروا ان احنا نجيب الاولاد الفيل، لسه الاولاد الصغار دخلوا الجيش ديل كلهم متعلمين وكلهم جامعين. اولادنا ديل اولادنا الان اللي بيدافعوا بالبنادق ديل في كرري ديل اولادنا، بنعرف مين عارفوا الناس منهم 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 عارف حافظينهم. لكن تاني نجي عشان تجونا بنفس الخطاب وتجي تكتبوا يا 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 اخي والله العظيم والله العظيم عدايات دي والله انا ما غصتني غدا ما قدرت اتغدى بس عشان كلمه عدايات. عدايات يا اخي انت منزل لك خطاب كبير عشان شنو؟ واحنا منتظرين عشان جينا نتشاور. تشاور في شنو؟ تشاور في انك تسلم في تشاور في انك تسلم البلد؟ ما ده كلامه. تشاور في شنو بيشاوروا فيه؟ تشاور في شنو؟ ما في حاجه بيشاوروا فيها. شعب السوداني قال لك لا هدنه، يوم تقول هدنه بننيم بالك. يوم تقول هدنه العسكر ده من نسه والله ما في زول يدعمك. يوم تقول هدنه بره طوال امن شوف بلدك. ولا هدنه ولا تفاوض ولا 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 ولا. الناس دي لا مننا لا بنعرفهم لا من بقيت تهنا لا مننا لا سودانيين لا عندهم علاقه بالسودان، ديل كلهم ملاقيط جلافيط، ديل كلهم اولاد حرام. ديل اولاد الحرام احنا ما بنعرفهم، التشادي، النيجري، افريقيا الوسطى، مالي، كرتونه بتاعت منوعات. ديل ما حقننا. شنو تجي تقول لي احنا دارين نوقف العدايات؟ توقف عدايات شنو؟ عدايات شنو؟ انت بتعمل في عدايات؟ يا اخي احترف بنفسك انت. انت نفسك جبت عدايات شنو؟ ده ما خطاب والله ما خطاب. ناس محتلين بلدك وقاعدين في بيوت الناس وطاردينهم. ولا سوداني وانت هدو عندك الاثبات طلعتوا بيلك الناس اللي بتجيبتهم ديل ديل من وين؟ من شندي ولا من التكينه ولا من الكسمبر ولا من وين؟ قال لك احنا من وين؟ قال لك احنا من تشات، وواحد قال لك انا من النيجر، واحد قال لك انا من افريقيا الوسطى، واحد وقاعدين جوا بيوتك محتليننا من برا السودان ومحتلين ومغتصبين بناتك. طيب يقول لهم انا بوقف عدايات؟ عدايات منو اللي بوقف؟ عدايات شنو اللي بتوقف؟ عدايات شنو؟ عشان كده يا جماعه بنقول لك انت ما تقعد تستسلم وتقعد تحضر وتقعد بهناك تقول والله ما في ده ما تتكلم وسع وده خط احمر. خط احمر ده عندك انت التليفه. اي زول في الوطن ده ما خط احمر، وسع ده الوقت المناسب، لو ما تكلمت هسه حتتكلم بتين. لو ما الان الوضع يتغير حيتغير بتين، حتيجي تتكلم بعد ما تلقى الهدنه جات والاتفاق جاء وبعد ما تلقى البلد انتهت وبعد ما تلقى حتيجي تتكلم تقول شنو بعدين؟ حتقول شنو؟ حتتكلم شنو؟ ما عندك حاجه. الكلام ده هسه الكلام الان ده وقته الان. ده وقته الان اقسم بالله لو ما انت كنت واقف وداعم واقف والعسكر ده واقف وبوصل صوته والله زمانك الموضوع ده كان انتهى. الموضوع ده وانت قاعد ممشي منه ممشي انت. المطول منه انت. لانك انت حارس حقك. لانك انت واقف على حيلك منتظر. لانك انت ما نمت واتكلت. الناس ديل بيودون والله الليله برهان هي. والله العظيم الليله بالليل برهان ما عنده مشكله لانه اول كلمه قال لك حرب عبثيه. عبثيه. الحرب اللي بتحرر الوطن وبتشيل التشوه في جسم الوطن واللي بتشيل حميتي دي حرب عبثيه قالها برهان. ابو عبثيه دي ما قالها القحاطه والناس قالها برهان. برهان قال عبثيه. ما تقول سياسه وزو ما دي ما سياسه. دي حرب اهم حرب في تاريخ السودان. ودي اكتر حرب اكتر حرب صادقه واكتر حرب بتبني السودان ما في بعد. شفت الحروب اللي فاتت دي كلها ما زي دي. دي الحرب الوحيده اللي بيجيب لك سودانك. دي الحرب اللي بتبني بها السودان. دي الحرب اللي بتضع اساسها للسودان. ده التاريخ. ده مستقبلك مستقبل اولادك. ده سودانك الجديد. ده سودان العزه والكرامه على حسب معركه الكرامه. ده سودان العزه والكرامه. ده السودان اللي انت بتحلم به. ده سودان العدالة. ده سودان الكفاءة. ده السودان اللي انت بتشوف الحرب دي. ده السودان. دي اهم معركة في تاريخك. دي اهم حاجة انت عملتها. دي اصدق حاجة اتعملت. دي اكتر حاجة ممكن تبني. لانه فيها عرفت كل حاجة. اتكشفت لك كل شيء.
شلت اي حاجه او حتشيل كل حاجه، لكن انت عم تخلص المعركه دي وتجيب تاني القحاطه والحركات وتيجي تعملها تاني زي ما اول، معناته انت ما عندك قيمه ومفروض تموت الليله قبل بكره. مفروض اقسم بالله الشعب السوداني يموت كله. لو تاني جينا رجعنا لقبل 15 بالقحاطه والبرهان وجاب الحركات وجايين نعمله تاني دي معناته ان احنا شعب تافه. رواندا دفعت الثمن طوالي كتبته فاتوره. خدته حجر رصاص، الدم السال ما كان رخيص. ما كان رخيص في رواندا. عملت بشنو؟ بنت بيه رواندا. طورت بيه رواندا، الان وصلت القمر. بتصنع العربات. اقتصاد فل. ما شاء الله. انت تيجي بعد التعب ده كله وبعد الحصل ده كله تقعد كده بس تتفرج. تتفرج قاعد خدت كده ودائر الناس ترجع تاني اللي قبل 15 ويرجعوا يحكموك ويجيك مالك عقار ويجيك مناوي ويجيك جبريل انت يبقى ما عملت حاجة. انت يبقى الحرب دي بس هاي كده معلش الناس اللي ما تدي فطيس هاي ما لا يبنوا لون دولة ولا حتتبني الدولة. لو الحرب دي ما بنت الدولة السودانية تاني ما في حاجة بتبنيها. لا تقول لي خطة لا تقول لي ما في. لو ما الحرب دي بنتها بتبنيها بشنو الحرب؟ هل الحرب بتطلع قروش؟ لا الحرب بتنظف. اكتر حاجة بتضر بناء الدولة في اي في العالم الفساد. الفساد هو اللي بيخلي الدولة ما تقوم. الفساد هو اللي بيدمر الدول. الفساد هو اللي لما انت تجي حرب زي دي بتستفيد منها في انك بتشيل الفساد. بتشيل الحاجات المؤثرات الجانبية اللي بتضر بتنمية البلد. بتجيب اللي بتقدم الكفاءة. بتكون مفتح اهم حاجة بتكون مفتح عيونك. بتكون عارف انك انت دفعت ثمن. بتكون خايف على بلدك. الحالة اللي احنا فيها دي حالة الوطنية دي الحالة اللي بتساعد على بناء الدولة. لاننا الان كلنا قايمين كده وبلدنا دي كلنا شايلين همها ولبنا نوم. دي شنو؟ دي وطنية. الوطنية دي بتساعد في بناء الدولة. بتراغب. بتكون موجود. بتكون شايل كده. لو بنوا لهم طوبة انت بتكون واقف. لو واحد هبش وطنك بكلمة بترد له من اليوم. دي بتساعد في بناء الدولة. الان دي في موجودة. موجودة الما قاعد شنو؟ الما قاعد انه لما تنتهي لازم ناس حركات مسلحة ما في. اسبوع ما شهر ولا سنة ولا ستة شهور. لو الحاجة مشت لي شهر موضوع انتهى. سبعة يوم اي حركة مسلحة عندها سلاح تاتشر تسلمها. لو الدارين دمج احنا بنجيبكم نوديكم. لكن سلاح تاتشر جوا البلد ما في. سبعة يوم ما سلمته بنتعامل معك. دي اهم حاجة. دي واحد. اثنين الاحزاب السياسية تجميد الاحزاب السياسية لمدة 10 سنوات. تجميد عديل. تجميد رسمي وشعبي عشان يبقوا عبرة. عشان تاني لما نيجي حزب يشتغل سياسة يشتغلها بالطريقة الصح. انت هنا امورك ظابطة واضحة. ثلاثة كفاءة وطنية. عندها مشروع وطني من الألف إلى الياء مع خطة واضحة 2030-2040 واضحة. سلمنا دار تعمل شنو؟ اكتب لينا دار اعمل كده دار اعمل كده خط سكة حديد من هنا لهنا دار اعمل مشروع الجزيرة ده كده دار اطور كده دار اعمل مفاعل نووي للطاقة للكهرباء بدل امشي اعمل سد واعمل كده اتفق مع دولة من الدول التنمية دي اعمل لي مفاعل نووي للطاقة عادي للطاقة السلمية. الدول دي كلها عندها مفاعلات للكهرباء. انت عندك اليورانيوم. عندك كيلو اليورانيوم بيقعدك 6 شهور المخصب. انت عندك جبال بتاعت يورانيوم. الكيلو الواحد بيقعدك 6 شهور. بدل تعمل خزان وسد وموية وجيب ومروحة باظت عندك كهرباء. تعمل لك مفاعل بيعملوا في دول كثيرة عملوا. ايران شغالة. الروس ديل بيعملوا اي حاجة بالاتفاق. الصين بتعمل اي حاجة. وتشرف عليه هو لمدة كده. ما صعب. لكن نجيب الزول اللي عنده ممكن ينزل مخ. عنده مخ بينزله لك ورق تحت. لكن ما تجيب لك زول مخه كله شحدة وكورة. بيبني حياته على الشحدة وعلى المنظمات وعلى السفارات وعلى البنوك وعلى النقد الدولي يمشي شحد. حياته كلها فكره كله ياهو الشحدة. ده ما حيعمل لك حاجة. بالعكس ده حيضرك وحيرجعك اكعب من الاول. حتتراكم عليك ديون. ما عندك حتطلع بهنا تخش بهنا. دي من الحاجات اللي حتقدمنا الكفاءة الوطنية. لا جواز سوداني لا جواز أجنبي لا جنسية أجنبية سوداني.
دي من الحاجات العقيده. منو بيعملوا لك انت لو ما وقفت في وطنك؟ منو ديل بيعملون لك؟ والله ما بيعملون. والله برهان اخره القحاطه، تفكيره كله القحاطه وشراكه. الكلام ده انا بعلم به ما بعلم، لكن ده طموح برهان لانه عارف نفسه، والقحاطه عارفين نفسه مع برهان لانه شبهينا وتلاقينا شبهينا. لو انا كنت دار اقفل باب القحاطه وانا محلات برهان، والله بس غرارين انا اقفل الباب ده ليوم الدين، غرارين اقفل باب القحاطه ده ليوم الغيام. لكن منو اللي بيعمل الكلام ده؟ هذه القحاطه مشوا مصر، من مصر ماشيين وين؟ ماشيين اوروبا. ما لازم يعملوا لون حاجه، لازم يمشوا الاتحاد الاوروبي، لازم يسووا. عشان كده انا بقول لناس اوروبا، فرنسا، المانيا، بريطانيا، الناس دي جايينكم، جهزوا بلاغاتكم واسمعوا كلامي، طلعوا التسجيلات بتاعت التهديدات بتاعت الحرب. جاي بابك الفيصل وجاي مريم وجاي معاهم تاني اثنين ثلاثة، جهزوا البلاغات بتاعت التهديد، جهزوها، اسمع كلامي، جهز البلاغات وافتحوا فيهم بلاغات عديلة التهديد بالحرب وانهم هم السبب المباشر للحرب. افتحوا فيهم بلاغات في دولكم اصله، ما افتح هناك، ما عنده الرئيس، ما تطلع هناك، المحاكم والقضاء مستقل. جهزوا اوراقكم، جهزوا مستنداتكم، جهزوا المجازر، الصور، جهزوا الكلام اللي كانوا بيقولوا كلام مريم، حنمش للبديل بابكر فيصل، البديل حرب بابكر، كل الكلام ده جهزوا. الناس دي جايينكم هناك في 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 اوروبا، جايين يجتمعوا مع الاتحاد الاوروبي، جايين يكذبوا بهناك ويطلصوا، جايين باي طريقه دارين يفرضوا البند السابع على السودان، باي طريقه دارين يحكموا، نفس ما عملوا زمانك دارين يدمروا السودان، واسع ماشيين. لو كان برهان ده من الاول خدتهم في السجون في الملاحات لما هو من اول يوم ما كانوا وصلوا هناك، لكن لانه قاعد وهو عاجبه الموقف ده، عاجبه والكلام اللي بيعمله فيه ده، عاجبه شديد وساري وباسطه. عشان كده يا ناس اوروبا، فرنسا، بريطانيا، المانيا، الناس دي جايينكم، الناس دي جهزوا نفسكم من نفسه، دارين لون زفات محترمه، دارين بلاغات تتفتح فيهم عديل، بلاغات رسمي وشعبي بالقتل، بلاغات بالاباده الجماعيه، بلاغات بانه جزء من الجنجويد. تمشوا تخشوا الغنوات بتقطعوا مثلا بتاع حزب الامه الجميل الفاضل ده اللي بيدافع عن الجنجويد، تقطعوا له كم واحد ده حزب امه اللي انتم بتاعه، وتجيبوا عنده لغات حزب امه، تجهزوا ادله كثيره، تشوفوا المحامي من نفسه تقول له في ناس جايين وهنا قالوا بتعرفوا بديكم كل حاجه، الكلام ده لازم يتعامل، ده ما داري نشوفه ثاني جو راجعين. تجهزوا نفسكم للبلاغات، ما تخلون يجي راجعين تاني اصله، ما تخلون. شوف تجهز بلاغاتك، الناس دي مدانين، مدانين محكمة عادلة، والله العظيم مدانين، والله مدانين، الدنيا كلها عارفاه. الصحفية المصرية دي قعدتهم في كراسيهم، الصحفية المصرية قعدتهم في كراسيهم، لانه خالص سلك كلهم، الناس دي مدانين. عشان كده يا ناس اوروبا جهزوا نفسكم، جايينكم الناس دي، جهزوا نفسكم عديل، بلاغاتكم تكون جاهزة، تمشوا للمحامين إن شاء الله تدقوا شيرين، تشوفوا أكبر محامي فيك يا بلد في أوروبا، ما هو مشكلة، الناس كلهم بتشايل، أكبر محامين تمشوا لهم، بس قول للناس ديل ودوا اشرحوا للحاصل، وروا الناس ديل من الناس اللي شجعوا على الحرب، وهنا الدعم والزولدة، ودي المجازر، وروا الصور، وروا المجازر، وروا كل حاجة، وروا الكلام حقهم، وحتى صور خالص سلك وحميدتي وصور حمدوك وحميد كلها وروها اليوم. والله العظيم اقسم بالله ما يجوا راجعين، لانه مجرمين، مجرمين قتله، قتله جزء من الدعم، جزء كبير جدا، دي الحقيقه. مفروض الكلام ده حتى يوسف عزت تفتحوا فيه بلاغ، يوسف عزت وعمران كلهم تفتحوا فيهم بلاغات، لانه ديل يا هون المجاربه، ديل يا هون اللي بيحرشوا هناك من اوروبا بالدعم السريع، يا هو اللي بيقتل في البيوت والقاعد في المستشفيات، يا هو اللي قاعد في البيوت والصور بتاعت البيوت موثقينها، في فيديوهات حقت الجنجويز ذاتهم جوا البيوت، وفيديو الاغتصابات موجود، والحالات بتاعت الاغتصابات موجوده. عشان كده جهزوا نفسكم، والناس تكون واعيه، والناس تكون صاحيه، الحرب ماشيه وانتهينا باذن الله تعالى، الواحد حاسب انه ما بعيده، يعني ما بعيده الحرب تنتهي، الحرب ما بعيده، الجيش التحت في الوطاء والله شغاله بمعنويات فوق، قسما بالله شغال فوق معنويات في السماء، ما دايرين يرتاحوا ولا دايرين ياكلوا ولا دايرين، بس دايرين ينتهوا حاجه اسمها جنجويد، لانهم مكهورين، لانهم زعلانين، لانهم زعلانين لاهلهم ولشرفهم ولعرضهم،
ولاخواتهم زعلانين عشان كده هانت. ما بقول لك 200 والله، لكن قريب باذن الله تعالى، باذن الله تعالى ما في حاجه. شاء من شاء وابى من ابى، بكيفنا ما بكيف الريموت، والحال ما نحكم بد غصبا عننا والله ده موهوم. والدار يقعد تاني في كرسي بدق، والله 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 موهوب، لانه ما في زول تاني بيطلع كرسي الشعب السوداني ما داير وما مختار نهائي ما في. الله يديكم العافيه ويدي البلد العافيه. غايته ما عارفه لا في لايك ولا في تعليق ولا في حاجه الا بعد ما انتهي، بعدين اشوف. الله يديكم العافيه. سلام.